هي المرحلة دي محتاجة حد يكون يعني على قدر من الثبات الانفعالي أو القدرة على اتخاذ القرارات، وده متوفر بشكل قوي جدا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني أنا شايف إن هو يعني المرحلة اللي احنا فيها دي مش محتاجة حد يكون أقل قوة أو قدرة على اتخاذ القرارات غيره. وبقوله ربنا يوفقك يا رب ونعدي كلنا من الأزمة دي إن شاء الله على خير بإذن الله.